الاستجمام والاسترخاء، وحتى أن طريقة العلاج تكون ممزوجة مع الضيافة. نحن لا نقول أنها إقامة، ربما يكون تفاعل للجني، ربما المريض تظهر في أعراض جديدة أثناء تناوله للدواء وهكذا. يعني فريق جمعية بشائر الشفاء يسهر على حالة المريض من لحظة إلى أخرى، ونحن الآن نتقدم إلى المقر. هذا مقر الجمعية، وهنا سنشاهد كيف يتجمعون، وتكون هناك قائمة ترتيبية، الأول بالأول والأخير بالأخير، ويكون تنظيم تلقائي، حتى المرضى هم تعودوا، يعني الذين يأتون إلى على هذه الطريقة. وبداخل المقر سنقوم فردا فردا، يعني حالة بحالة نعالجها ونشخصها، إن كانت الحالة فيها مس الجن أو السحر أو العين، أو إن كان لا هذا ولا ذاك، نوجههم إلى متخصص، يعني متخصص سواء في أمراض القلب، أمراض النفسية، أمراض أخرى. كيف الذي توجههم للأطباء؟ مرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السخنة وش؟ هذه قاعة العلاج وتشخيص الحالات المرضية اللي تجي عندنا هنا. نقوم بمساءلة المريض على الحالة، سبب مجيئه، كيف جاته فكرة أنه يرقي وعلاش سيرقي. كونسونتري في لو ميليو بلي كونسونتري. وفي الافعال الاراديه نسموه حنايا، كاين واحد التجربه تسمى اكسبيريونس دو بافلوف، يعني لو ريفلكس، سكون ابل لو ريفلكس، ريفلكس كونديسيوني نون كونديسيوني. هذه الحاله، كل هذه المعلومات اللي نقول نستجمعها ونوظفها في علاج حاله مثل هذه. الحالة هذه اللي أغني عليها الشيخ دوك، هذه كيفاش العلاج تاعها؟ سيخضع إلى عدة حصص، المصل بالحجامة، حصص بالحجامة، حصص المصل، يعني هناك الحالة تستدعي مصل وحجامة، مصل منفرد وحجامة منفصلة وحجامة منفصلة، أو الاثنان معا. زيد نوع المصل، إذا كان بيكربوناتي في حالتي كان عنده ضغط الدم مرتفع وعنده نسبة السكري مرتفع، إيبرتوندي ولا إيبر ولا ديابيتيك هكا. إلا كان نقوله مثلا عنده ضغط الدم مرتفع نديروا له الجلوكوزي، وإلا كان عنده نسبة السكر مرتفعة عنده نديروا له الصالي، وإلا كان عنده الاثنين نديروا بيكربوناتي 1.14%. هذا هو 1.4%. زيد على ذلك نعالج المريض، نزل الوزن، زيد على ذلك ضغط الدم، هذا قبل العلاج. ثم بعد العلاج نزل الضغط والوزن، فنجد اختلاف كلي في الوزن أو بزيادة أو بنقصان، تتغير هذه الحالة بعد خروج. You will need an IV solution bag, an IV infusion set, an over-the-needle catheter unit, tape, a constriction band, a sterile dressing, which could be sterile 2x2 gauze, or an off-site dressing, antiseptic sponges, gloves, underpad, basin, and labels. Before starting the IV, be sure to check the solution. Look at the expiration date to be sure you are not using outdated solution. Be sure the fluid is clear and has no particles. السيروم هو ماء، يعني 99.8 غير ماء. عندما نقرأ عليه نعطيه رسائل قرآنية نورانية فيحتضنها، وعندما نضع الورد في الإبرة في ورد المريض يبدأ المصل المرقي يطارد المادة السحرية. هذا الماء المرقي عندما يتوغل ويتغلغل داخل الدورة الدموية لابتيتي لاغروند سيركيلاسيون يطارد المادة السحرية والجني.
صدقني يا فندم معلش الزحمه في العيادات بيحصل بعض اخطاء مش ذنبنا والله طبيعي غصب عننا انا اسف بس ان شاء الله تطلع من عندي زي الفل عريس اها نبضك حلو قوي حقيقي يعني كل نبوضه ونبوضه بتنبض نبض بغيض انت بتتعشى حسني خفيف كده ده نسيب العشاء عشان تقوم زي الفل نشوف بقى العينين الغزلاني اه شوف بيها ازاي دي يا حسنين ماشيه مع سعادتك ماشي شوف مدام بتنبض خليها نشوف البق الحلو بقى ايه عفريت النظافة دي بقك زي الفل والله لا اسنان ولا لسان حتى السقف واقع غريب ماشي مع سعادتك الحمد لله الحاجات دي ما تتعوضش يا حسنين بيه فعلا ما شاء الله قلوب العذارة سعادتك خد نفس سيب نفس سيب نفس سيب نفس سيب نفس نفس سبت يا عفريت قول رأيت خياله في المنام